السلام عليكم الخوت ديالنا والاخوات ديالنا والمتتبعين ديالنا والاصدقاء ديالنا، ومعكم العقارات بلادي. كنصور لكم اليوم، جاتني واحد الهوته زوينه تبارك الله، اللهم بارك. واحد الهوته ما عندي ما نقول، برع فيها 5 هكتارات، عندها واحد البياضه شي جميله، وعندها بياضه وعندها القودرون من الفوق تبارك الله، اللهم بارك. وحداه السكوان منكم منكم، فيها الضو وفيها البير كاين راه حدا الدار. شي الدار بدارها، دار بنيه من داك الطراز العالي زوينه، خاصه على الكماله. تيتر فونسي 5 هكتارات وبلاد الماء، اللهم بارك. بلاد الماء، واحد البلاد مبرعه مخيره من داك الطراز العالي، هانتوما كتشوفوا فيها بلاد ما عندي ما نقول، 5 كرات مربعه، عدى القودرون من الفوق، انا حتيتها من التحت على البياضه، من التحت البياضه خارجه القودرون، وعدها قودرون من الفوق، راه غنصوروا لكم من الفوق تبارك الله، اللهم بارك. هذه واحد 5 هكتارات تبارك الله، ما عندي ما نقول، مخيره برعه، بلاد تيرس، بلاد البطيط، بلاد المبرعه، ما عندي ما نقول تبارك الله، اللهم بارك. هاي كتشوفوا فيها، هي هادي، هاي 5 هكتارات تيتر فونسي، ولاد سعيد السطات خارج على السطات ب14 كيلومتر، تيتر فونسي 5 هكتارات، هي هادي 5 هكتارات، هاي كتشوفوا فيها تبارك الله، اللهم بارك. فيها الدار، وغنطلع لكم تاني الفيديو ديالها، غنكمل لكم، راه طالع حتى القودرون، راه القودرون بالك من الحديد ديز من الفوق، شاده على القودرون، شويه ديال البياضه كتخرج واحد القودرون. 5 هكتارات تيتر فونسي، المهنة موجود 40 متر 50 60، تبارك الله المال كافي، الناس راه حافرين البير ديال الباصات، راه باغي يخدم يدير بطاطا، الناس لهاد الجيه، قودرون خردة موديز من هاد الجيه تبارك الله، اللهم بارك. 5 هكتارات برعة من داك الطراز العالي، 5 هكتارات واعرة، مليحة، مخيرة، بلاد الفلاحة، بلاد بطاطا، بلاد خيزو، الثمن ديالها تبارك الله، اللهم بارك. هاد الدار راه فيها تبارك الله، دار من نوع ديال 120 ولا 140، تعال له الدار ديالها من نوع 120 ولا 140، تبارك الله، اللهم بارك. البير فيها، الضو فيها، البوطوات هادي زين وسطها تبارك الله، اللهم بارك. الثمن ديالها الاخر من دون نقاش 110، 22 مليون الهكتار، 110 بدارها، بضوها، بالبير ديالها تبارك الله، اللهم بارك. بلاد مخيره وشاده على البياضه من الفوق، راه بياضه من الفوق، وبياضه غادا خارجه للشاطئ، فيها واحد 200 متر ولا 300 متر تبارك الله، اللهم بارك. هاد 5 هكتارات ما عندي ما نقول، زوينه، مبرعه، عقارات بلادي، راه كيعيطوا على الناس، معيط علينا مولاها تبارك الله، اللهم بارك. هانتوما كتشوفوا فيها، راه شاده من هنا، ها هي شاده من هنا، وغادا شاده، هي شاده تبارك الله، وشاده من لهي، ومشات طلعت على ديك الدار على النادر ديال الثمن، وطلعت على البوطو ديال الضو الفوق، ومشات خرجت واحد البياضه اللي ودارت ودازت ودازت من هنا، وجات راجعت على داك حاره الكحل، راه كيبان لكم على داك البير، ودازت. هاد الارض مليحه، راه حنا كنجيبو لكم شي حوايج ناضين مخيرين برعين من داك الطراز العادي تبارك الله. هاد الارض هادي راه ما عندي ما نقول، زوينه، هاوتا، راه كنجيبو لكم شي حوايج ناضين، وعقارات بلادي راها ديز الكلام، راه ماشي داك اللي ما عارفين تا حاجه، ما يخربقوا، راه داكشي راه ما كاينش، الا الاراضي اللي هي كاينه، راه هي هادي، هي كتشوفوا فيها 5 هكتارات زوينه، والله الا عجبتني انا برا، انا كنفلح النعناع، والله الا كندير النعناع تبارك الله، النعناع بيو، كندفعوا المهم تصدير تبارك الله، اللهم بارك. هاد البلاد عجبتني انا، زوينه، مخيره، بلاد النعناع، بلاد الخضار، بلاد بطاطا، اللي بغى يدير بطاطا يدير خيزو تبارك الله، اللهم بارك. ما عندي ما نقول، هاد البلاد زينه مخيره. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، المشاهدين ديالنا، متتبعين، احنا معاكم في الجديد، الجديد في المكان الجديد، راه حنا كنلوحوا لكم صافي البلاد، نلوحوها ان شاء الله، ويعيطوا علينا الناس،
وكنصوروها وكل حوالكم تبارك الله. وملي تشوفوا هاد الفيديو جو عندنا مرحبا بكم، كنجيبوكم عند السيد وتناقشوا معاه. هادشي اللي كاين، هاد الخمسة القطارات هاي فين كان كيعمر داك الموسم قريبة لي هنا حدا ديك الزاوية ربع الزاوية تبارك الله، اللهم بارك. الزاوية ربع الزاوية كتبان ليكم الفوارم. خمسة القطارات زوينة، ما عندي ما نقول، الثمن ديالها راه هو 110 تيتر فونسي، وفيها البير وفيها الدار وفيها كلشي تبارك الله، اللهم بارك. والسلام عليكم.